مساء الخير. هلا. افتحي معي مساء يا اخو. هلا حقر كثير من جي. ف كلام رائع جدا يا اخو. واحد يعقوب خادم لله وللرب يسوع المسيح للأسباط الاثني عشر المشتتين في نواحي الأرض سلام. أيها الإخوة، احسبوه فرح عندما تسقطون في تجارب متعددة، عالمين أن امتحان إيمانكم ينتج صبرا، ولكن دعوا الصبر يكون له عمله الكامل لتكونوا كاملين وممتلئين وغير محتاجين لأي شيء. إن كان أحد يحتاج الحكمة دعوه يسأل الله الذي يعطي لكل الناس بسخاء ولا يعير وستعطى له، ولكن دعوه يسأل بإيمان دون أي شك، لأن الذي يشك هو مثل موج البحر الذي يقاد من الريح ويرد. دع ذلك الإنسان لا يفكر أنه سيناله أي شيء من الرب. الإنسان ذو رأيين هو ليس متوازنا في أي من طرقه. ليفرح الآخر بتواضع في أنه قد مجد، أما الغني فبأنه قد طبع، لأنه مثل زهرة العشب سيفنى، لأن الشمس ستشرق عليه بحارة حارقة فتتلف العشب وأزهاره وتفني نعمة منظره. كذلك أيضا الرجل الغني سيفنى في طرقه. مبارك هو الرجل الذي يتحمل التجربة، لأنه بعد أن يمتحن سينال إكليل الحياة الذي وعد به الرب الذين يحبونه. لا يقل أي إنسان عندما يجرب أنا مجرب من الله، إن الله لا يمكن أن يجرب بشر، وهو لا يجرب أي إنسان، ولكن كل إنسان يجرب عندما يجرف وراء شهوته ويغوى، وعندما تحبل الشهوة فيرتد الخطيئة، والخطيئة عندما تكمل توجب موتا. لا تخطئ أيها أخوتي الأحباء، كل عطية صالحة وكل عطية كاملة هي من فوق وتنزل من أبي الأنوار الذي ليس معه تغيير ولا غل دوران، من مشيئته ولدنا بكلمة الحق حتى نكون نحن باكورة خليقته. لذلك يا أخوتي الأحباء، ليكن كل رجل مسرع على السمع، بطيئا في الكلام، بطيئا في الغضب، لأن غضب الإنسان لا يصنع بر الله. لذلك اعزلوا كل النجاسة والعصيان التي ليس لها داعي، واقبلوا بتواضع الكلمة المنقوشة القادرة أن تخلص نفوسكم. لكن كونوا عاملين بالكلمة لا سامعين فقط وخادعين أنفسكم، لأنه إن كان أي رجل يسمع الكلمة ويفعلها فهو يشبه رجلا ناظرا وجهه الطبيعي في مرآة، لأنه يرى نفسه ويذهب مباشرة ناسيا أي رجل هو كان. ولكن الذي ينظر إلى شريعة الحرية الكاملة ويستمر فيها دون كونه سامعا ناسيا بل فاعلا للعمل سيبارك في عمله. إن كان أي رجل بينكم يظهر أنه متدين ولا يلجا لسانه فهو يخدع قلبه، وديانة هذا الرجل فانية. الديانة الطاهرة وغير النجس أمام الله والآب هذه أن يزار اليتامى والأرامل في ضيقهم، وأن يحفظ الإنسان نفسه من العالم بلا عيب. يا أخوتي، لا يكن لكم إيمان ربنا يسوع المسيح رب المجد المحبة، لأنه إن كان أحد يأتي إلى اجتماعكم لابسا خاتما من ذهب في لباس ثمين، وأيضا يأتي إليكم رجل فقير بلباس وضيع، وأنتم احترمتم اللابس الملابس الفاخرة وقلتم له تعال هنا واجلس في المكان الحسن، وقلتم للفقير تعال وقف هناك أو اجلس عند قلبي، ألا تكونون محابين في أنفسكم وأصبحتم حكاما ولكم أفكار شريرة؟ اسمعوا يا أخوتي الأحباء، ألم يختر الله الفقراء في العالم أغنياء في الإيمان وورث الملكوت الذي وعد به الذين يحبونه؟ ولكنكم احتقرتم الفقراء. ألا يطيبكم الأغنياء ويجرونكم إلى القضاء؟ ألا يجدفون على الاسم الغالي الذي دعيتم به؟ فإن تممتم الشريعة الملوكية حسب الكتاب تحب قريبك كنفسك فأنتم تفعلون حسنا، ولكن إن كان لكم محابات فأنتم تخطئون ومقنعون من قبل الشريعة كخطط. لأن الذي يحفظ كل الشريعة ولكن يخطئ في نقطة واحدة هو مذنب في الجميع. لأن الذي قال لا تزني قال أيضا لا تقتل، فالآن إن لم تزني لكن قتلت أصبحت خارقا للشريعة. هكذا تكلموا وهكذا يفعلوا كالذين سيحكمون بشريعة الحرية، أنه سوف يحاكم بلا رحمة ذاك الذي لا يولي الرحمة، والرحمة تتصل على الحكم. ماذا ينفع الأخوة أن قال رجل إنه له إيمانا وهو ليس له أعمال؟ هل يقدر الإيمان أن يخلصه؟ إن كان هناك أخ أو أخت عريانين وليس لهما طعام يومي، وأحدكم يقول لهما
إذا باب السلام يكون هذا في أي من الأيام، ولا يعطيهما تلك الأشياء تحتاجها الجسد أو النفق. كذلك الإيمان إن لم يكن له أعمال فهو ميت لأنه لوحده. نعم، شخص يمكن أن يقول لك أعمال ولي إيمان، أرني إيمانك بأعمالك وأنا سأريك إيماني بأعمالي. أنت تؤمن أن هناك إلها واحدا، أنت تفعل حسنا. الشياطين أيضا يؤمنون ويرتجفون. أو لا تريد أن تعلم أيها الإنسان الفاني أن الإيمان بلا أعمال هو ميت؟ ألم يبرر أبونا إبراهيم بالأعمال عندما قدم إسحاق ابنه على المذبح؟ ألا ترى كيف أن الإيمان عمل مع أعماله وبالأعمال كمل الإيمان؟ والكتاب تحقق عندما يقول آمن إبراهيم بالله فحسب له برا وهو دعي خليل الله. أنت ترى إذن كيف أنه بالأعمال يبرر الإنسان وليس بالإيمان فقط. كذلك أيضا ألم تبرر رحاب الزانية بالأعمال عندما قبلت الرسل ورسلتهم بطريق آخر؟ لأنه كما أن الجسد بلا روح هو ميت، هكذلك الإيمان بلا أعمال هو ميت أيضا. أيها الإخوة، لا تكونوا معلمين كثيرين عارفين أننا نحن سننال ديننا أعظم، لأننا في أشياء كثيرة نعثر الكل. إن كان أي إنسان لا يعثر بكلمة فهو رجل كامل يستطيع أيضا أن يرجم كل الجسد. انظر، نحن نضع لجاما في أفواه الأحصنة حتى تطلعنا ونحن نتحكم بكامل أجسادها. انظر السفن أيضا حتى وهي عظيمة جدا ومدفوعة بريح قوية، ولكنها تقاد بدفة صغيرة جدا إلى حيث يريد القائد. كذلك اللسان أيضا هو عظم صغير ويفتخر بأشياء عظيمة. انظروا إلى الأرض العظيمة التي تحرقها نار قليلة، واللسان هو نار عالم من الخطيئة. هكذا اللسان بين أعضائنا أنه ينجس الجسد كله ويشعر بنار، يشعر بنار دائرة الطبيعة، هو نفسه مشتعل من جهنم. لأن كل أنواع الحيوانات والطيور والأفاعي والأشياء التي في البحر تروض وقد روضت في السابق من الناس، وأما اللسان فيستطيع أحد أن يروضه، إنه شر لا يقبل الانقياد، مملوء من السم مميتا. به نبارك الله الآب وبه نرعى الناس الذين خلقوا حسب صورة الله، من نفس الفم تخرج بركات ولعنات. يا إخوتي، هذا لا يليق بكم. هل يخرج من نفس النبع ماء مرا وماء حلول؟ هل تقدر شجرة التين أيها الإخوة أن تنجب زيتونا أو الكرمتينا؟ هكذا لا يقدر النبع أن يعطي ماء مالحا وعذبا. من هو الحكيم بينكم مملوء معرفة ليستعرض بحياة صالحة أعماله مع وداعة الحكم؟ ولكن إن كان عندكم حسد مر وخصام في قلوبكم فلا تفتخروا ولا تكذبوا ضد الحق. هذه الحكمة لا تنزل من فوق، بل هي أرضية شهوانية شيطانية. لأنه حيث يكون الحسد والخصام هناك أيضا تكون الفوضى وكل عمل شرير. ولكن الحكمة هي من فوق، هي أولا ظاهرة ثم مسالمة لطيفة وقابلة للسؤال، مملوءة بالرحمة والثمار الصالحة بلا محاباة وبلا رياء. وثمر البر هو مزروع في السلام من الذين يصنعون السلام. اللي يقرأ رسالة يعقوب ورسائل بطرس ويوحنا حيشوف أنه أكو شيء مشارك بين ثلاث رسائل. أنه للرسل الثلاثة قاعد يقومون شيء مزيف، شيء بين هو حقيقة صوب الحياة مزيف. يعقوب يحكي لك على شنو معنى أنه الإنسان كل يكون عنده إيمان مزيف، إيمان كذاب، إيمان يقول بالحرف ميت. بطرس لما تقرأ يقول لك بالنهاية رسالة، يقول لك أنا شهدت لك أنه هي هاي النعمة الحقيقية التي أنتم فيها قائمون. بطرس يحكي لك أنه أكو نعمة حقيقية وأكو نعمة مزيفة. النعمة الحقيقية هي النعمة اللي تنطيني القوة حتى أعطي حياتي يسوع. النعمة المزيفة هي النعمة اللي تنطيني القوة حتى أعيش حياتي شو مال أنا. يوحنا يحكي لك إنه أكو شيء اسمه، إحنا حكينا يعقوب يحكي على الإيمان المزيف، بطرس يحكي على النعمة المزيفة، يوحنا يحكي على المحبة المزيفة كذا. ويقول لك انه اذا اكو اخ يقول ان اعرف الله وما يحب اخونه هو كاذب. الرسل بقوه الروح القدس كانوا يعرفون انه في اخير الايام حيكون كثير تزييف بالعالم، خاصه
روح ضد المسيح. كثير ناس ياخذون عدد ويقولون هي روح ضد المسيح. يقول لك يوحنا يقول من هو ضد المسيح؟ من هو المخادع؟ هو الذي لا يعترف ان يسوع المسيح قد جاء في الجسد. بس هل قصد يوحنا انه كل انسان ما يعترف بيسوع المسيح انه جاء في الجسد مخادع؟ لا. لما تقرا الانجيل بيحكي لك على انسان يعترف انه يسوع المسيح جاء الى الارض في الجسد، ولكن حياته هي مقاومة. حياة الانسان المسيحي ما تظهر اي محبة، لذلك المحبة اللي يقولها هي كذابة. لهذا السبب لما تقرا رسالة يوحنا تشوف انه كم مرة يحكي يقول لك انه ان قلنا ان لنا الشركة معه وسلم في الظلام نكذب. يوحنا دا يواجه الكذب والتزييف اللي ممكن اللي موجود في كل العالم. وهي بالضبط هي روح ضد المسيح. انه الروح اللي مو بس تقاوم المسيح، الروح المزيفة اللي تعترف بالمسيح ولكن بعمالة تنكره. حنعطيكم مثال. قالوا بطرس، مو قالوا بطرس، قالوا بولس في رسالة تيتوس. شوف بولس في رسالة تيتوس ايضا يقاوم هذا الشيء. شوف شو يقول، شوف شو يقولنا ركز. يقول لك اكو ناس هم يعترفون انهم يعرفون الله ولكن بالاعمال ينكرونه. لهذا السبب هذا هو التزييف. لما يسوع حكى على أمخيرش قال، قال أكو كثير ناس حيجون يقولون أنا هو المسيح. وهذا طبعا خدعة، هذا كذب، هذا وهم. فشوفنا لما يحكي على أمخيرش يحكي لك على روح اسمه روح الخداع، روح الضلال، روح التضليل. نانا بولس يقول لك اكو ناس في هالارض تعترف من تعرفوها. يقول لك بس باعمال ايش تسوي تنكر. هم رجسون وعاصون ومرفوضون من اي عمل صالح. بعدين يكمل مسحار ثاني. بولس يحكي لك انه يعرف شنو هي النعمه الحقيقيه وش لازم نسوي بحياتنا. حتى يطلق لها المسألة. قلنا نعمة الله تجلب الخلاص كالظهر لجميع الناس. داش. لأن نعمة الله تجلب الخلاص كالظهر لجميع الناس. بعدين يشرح شنو هي نعمة الله. يقول هاي النعمة تعلمنا أن ننكر الفجور والشهوات العالمية وأن نعيش بصحوة وبر وبتقوى في هذا العالم الحاضر. رسالة يهوذا واحد أربعة، هو إنه وصل أربعة. اسمع، لأن هناك بعض الناس الذين تسللوا بخلصة والذين عينوا من قبل هذه الديونة رجال فجار، اسمع، محولين نعمة الله إلى الشعب وناكرين الرب الله الوحيد ربنا يسوع المسيح. والرسل بقوة الروح القدس أدركوا أنه في الأيام الأخيرة حيكون تزييف رهيب جدا وكذب رهيب جدا، وكثير من الناس يعترفون أنهم ما عندهم الإيمان، هم ساكنين في النعمة وهم ما عندهم محبة الله. يقول لك ولكن بأعماله ينكرونها. فواحد لهذا السبب يسوع ظل يشجعنا ويقول لنا كونوا صحيين. ما عرفت نامر كن صح الخدع اللي حولك ودبارة النخذ ويا الخدع عندك. متى 24
شوف قد حلو 24 24، ركزوا، لأنه سيقوم سحاء مزيفون وأنبياء دجالون وسيظهرون آيات عظيمة وعجائب إلى حد أنهم سيخدعون حتى المختارين إن أمكن. قال لك يحاولون، قال لك أكو مسحاء كذابين أنبياء دجالين حيحاولون يخدعون المؤمنين حتى إن أمكن المختارين. بس اللي يعرف ربه واللي يعرف الإنجيل مستحيل يخدعه، إنه يسوع بالضبط حذرنا وقلنا إيش حيصير. كلامي واضح. أريد أرجع هسه لإسرائيل يعقوب. صح الأول. والعدد واحد. لذلك أعزلوا كل النجاسة والعصيان. أنت ليس لها داعي. وأقبلوا بتواضع الكلمة ونقوش القادرة أن تخلص أنفسكم، لكن كونوا عاملين بالكلمة لا سامعين فقط خلي أنفسكم. يعقوب قال هذا الكلام ليش؟ إنه في وقته وأيضا في هذا الوقت كانوا الناس يقولون إن إحنا مؤمنين بيسوع المسيح. حياتهم وأعمالهم تحكي بالضبط العكس. فيعقوب دي يحاول يوضح لهم انه يا رجال او يا مرة، اذا انتم تقولون انه احنا ايماننا عندنا ايمان بيسوع المسيح وما عندكم اعمال فايمانكم ميت، وهذا الايمان اللي انتم عندكم ما يقدر يخلصكم. اذا ايماني ما بينه اي اعمال تنتج من عنده فإيماني ميت وأنا عايش فيها. وأنا أقول يعقوب بكل صراحة يقول خادعين أنفسكم. يقول لك أنت 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 أصلا قاعد تخدع نفسك. هل ممكن هذا الشيء؟ رهيب. يسوع قد عفوا الحق والحق يحرركم. هل ممكن الإنسان يخدع نفسه؟ 100% هذا الشيء. قال لك أنت تسمع الكلمة ما تتصرف بي، أنت قاعد تخدع نفسك. إن كان أي رجل بينكم يظهر أنه متدين ولا يلجم لسانه فهو يخدع قلبه وديانة هذا الرجل فانية. شوف لاحظ أنه أنت ممكن تخدع نفسك وممكن أيضا تخدع قلبك. يعني مختصر مفيد، تضحك على نفسك وبالنهاية تصدق الكذب أنت عايش منه. هاي من أكبر الكوارث في العالم كله، لما أنت تخدع نفسك وتخدع قلبك. تصور، تصور الكلام الرهيب إنه المعقول يقول أنت قاعد تخدع قلبك. أنتوا معي؟ فهذا شيء رهيب جدا، إنه واحد يفكر يقول أوكي أنا ممكن إنه أخدع نفسي وأخدع قلبي. ليش؟ يقول لك انه انت لما تسمع الكلمه، قلت هذا الشيء، تسمع الكلمه بس تسمع الكلمه وتنفذها، يقول لك هذا اكبر اثبات انه انت صار مصدق. لانه اذا كنت مصدق انت فانه ما حترفضها، حتتصرف حسب الكلمه. مثال، اذا الشخص مؤمن انه المسيح مات من اجله وحبه بالطريقه اللي فوق العقل وهو بعدين ما يحب اخونه، اكو مشكله. ويوحنا بكل صراحه يقول لك انت كاذب. أنا أقول أنت كاذب. هنا أنا يعقوب يقول أنت قاعد تخدع نفسك. أصحح عدد 20. أولا تعلم أو تريد أو لا تريد أن تعلم أيها الإنسان فإن الإيمان بالأعمال ميت. ألم يبرر أبونا إبراهيم بالأعمال عندما قدم إسحاق ابنه على المذبح؟ ألا ترى كيف أن الإيمان عمل مع أعماله وبالأعمال كمل الإيمان؟
شنو قصده؟ احنا مدركين ومفتهمين نكون ناس يقول لك هذا كلام بوذي الشيء لخار بولس ابدا. لاحظنا هنا بولس، لاحظنا انه يعقوب بقى يحكي الاعمال الشريعه. لو كان كاتب انه هنا يعقوب اننا نبرر ليس بالايمان فقط ولكن بالاعمال الشريعه ايضا، كان هذا قطع شقته من جهه. هذا شيء يقاوم الشيء اللي قاله بولس ويقاوم الحقيقه. اذا انا يعقوب بقى يحكي الاعمال الشريعه، يعقوب بقى يحكي على اعمال تثبت ايمانك. لما راح ابراهيم وقدم ابنه، قدمه ليش؟ مكتوب يقول العبرانيين وكان مؤمن انه الله حيقوم ابنه بين الموت. اذا عمل ابراهيم نبع شنو من ايمان؟ انه الله قال لابراهيم في اسحاق سيدع نسلك. فابراهيم مصدق 100% انه الله مستحيل يكذب. قال له حتى ما تبني الله حيقوم بين الموت. وش قال شي يقول كتب العبرانيين؟ قال لك هو بالحقيقه اخذه من الاموات كرمز. بنك على رحاب الزاني. يقرا كيف كانت مؤمنه انه الارض اعطت لبني اسرائيل وعلى اساس تصرفت. اذا ايمانه خلاص تصرف. ليش؟ ايمانه حي وايمان ابراهيم حي. بس اكو ايمان في هذا العالم غير حي، ايمان كذاب، ايمان مزيف. واللي قاعد يحمل هذا الإيمان قاعد يخدع نفسه، قاعد يخدع قلبه. نص 26 يختصر هذا الموضوع. يعقوب يقول إنه كما أن الجسد بلا روح ميت، كذلك الإيمان بالأعمال هو ميت. والموضوع واضح جدا، لأن الإيمان الميت مستحيل يخلص إنسان. لهذا السبب وكثير على ناس العالم في العالم يعتقدون مخلصين، بس بالحقيقة هم غير مخلصين. فلمن حي يخفون قدام يسوع، يسوع ايش حيقلب؟ قال أنا ما عرفتك كذابين، أنتم اعترفتم بس ماكو أي أعمال ترافق إيمانك، إذا إيمانك ميت كذاب. الإيمان بلا أعمال هو ميت. معناها إذا ما تنبع أعمال من إيماني، إيماني ميت. لازم الأعمال ترافق الإيمان، تنبع من عنده. مثلا شو يقول لك العالم؟ يقول لك نحن نعرف أننا انتقلنا من الموت إلى الحياة. شلون تعرف؟ كنا احنا نحب الأخوة، محبتنا الأخوة بربطنا ننتقل من الموت إلى الحياة. وإذا ما نحب الأخوة فهو شك عظيم بإيماننا، هل اعتقد الموت لحياته ولا لا؟ كلام واضح. لهذا السبب يعني مادة سبعة ليش هذول الناس أصلا هم موجودين يعني؟ ليش؟ شوف شوف 21 ليس كل من يقول لي يا رب يا رب سيدخل ملكوت السماء، بل الذي يفعل إرادة أبي الذي في السماء. ليش؟ يعني تحكي موجود هذا ليش؟ لأن أكو ناس يقولون لي يسوع يا رب يا رب ومشيت الآب. عذرني ليش هذا الحكي يبين قاسي بس هو أصلا مكتوب ليش؟ حتى يحذرنا. يقول لك ناس على العالم يقولون لي يا رب يا رب، كثيرون سيقولون لي في ذلك اليوم يا رب يا رب أليس باسمك تنبأنا وباسمك أخرجنا الشياطين وباسمك صنعنا أعمالا رائعة؟ فحينئذ أصرح لهم إني لم أعرفكم أبدا، اذهبوا عني يا فاعل الإثم. يقول لك هم بالحقيقة شنو فاعل الإثم؟ وإذا أنت كنت فاعل إثم فأي شيء من خارج بين هو زين، هو بالحقيقة كذاب. مثل ما كان كتب الفلسطين صدقهم كل مظهر، وكانوا يروحون يسوون الناس يقول مثل قال من يسوون ضعفين ابن الشيطان. فبنفس الروح المسيح وتلاميذ المسيح اللي بيهم روح المسيح بيقاومون حقيقة رهيبة جدا هي حقيقة الخدعة والكذب. نروح الكذابة روح ضد المسيح
يعترفون إنهم يعرفون الله ولكن بأعمالهم ينكرونه. نرجع يعقوب الثاني، يقول لك الإيمان الحقيقي لازم يغير لسانك. يعني إذا أنت آمنت وبعد الإيمان لك نفس اللسان أكو مشكلة. طبعا يكون هذا الموضوع بياخذ وقت، يوم يومين ثلاثة أسبوع شهر شهرين، بس لازم بالنهاية لسانك يتغير. معناها إذا كنت تسب وتشتم لازم بعد الإيمان هذا الشيء ينتهي. هذا الشيء ليش؟ لا يقبل المسيح. عدد 9 يحكي على اللسان، يقول لك به نبارك الله الآب وبه نلعن الناس الذين خلقوا حسب صورة الله، من نفس الفم تخرج بركات ولعنات. يا اخوتي هذا لا يليق ان يكون 100%، هذا لا يليق ان يكون. فإذا الإيمان الحقيقي له أعمال. واحد يعقوب يقول الإيمان الحقيقي له أيضا لسان حقيقي. يقول لك ما طول لسانك تغير وصرت خليقة جديدة لازم لسانك يتكلم بطريقة جديدة، لأنه روح أبوك يتكلم عن طريق. الإيمان الحقيقي وتقديس الروح القدس، تقديس الروح القدس لازم يغير لساني ودائما يغير لساني. ممكن يكون عندي صراع في هذا الموضوع، بس الشيء المهم إن أنا من كل قلبي أريد أغير لساني إذا أنا مو من حقيقي. بس إذا مو من كذاب الموضوع ما يهمني. وحتى في موضوع اللسان اكو يمكن يكون اكو خداع. شلون؟ يسوع قال قلم مش قلم يسوع، قلم حسن قد تكلم عنكم أشعياء قائلا هذا الشعب يكرمني بشفتيه ولكن قلبه بعيد عني، قال بباطل هم يعبدونني. فلك تعلمون وصايا الناس هو وخوفهم هو مو حقيقي، خوف عندي هو مو حقيقي، خوف كذاب، تعلمون من الناس. هذا الشيء اللي قال يسوع. فحتى اللسان، حتى اللسان ممكن يقول أشياء بس بالحقيقة، الحقيقة اللي بالقلب شيء ثاني. بس اللي يحب الإخوة هذا أكبر دليل أنه ننتقل موت الحياة. أنا نعلم أن ننتقل موت الحياة لأنه نحب الأخوة. مكتوب متى 15 7 أيها المراؤون حسنا قد تنبأ أشعياء عنكم قائلا هذا الشعب يتقرب مني بفمه ويقربني بشفتيه لكن قلبه بعيد عني، وفي الباطل هم يعبدونني معلمين تعاليمي ووصايا الناس. وهو دعا الجمع وقال لهم اسمعوا وافهموا،
ليس الذي يدخل الفم ينجس الرجل، بل الذي يخرج من الفم هذا ينجس الرجل. 8. بس احنا اللي مختبرين روح الله، يسوع يقول طوبى لكم أمامكم، كنت تسمع عينكم قاعد تشوف. الانسان الشمعه اللي كان شعلها يسوع مستحيل تختفي. الشمعه اللي كان شعلها يسوع مستحيل تختفي، دام تظهر. وما الناس حاربوها لا تقوم تشتعل. ايش اللي مشعول من يسوع؟ ما راح تطفي. فرب يشجعنا بقول نفس الوقت يريد يكشف يقول كذاب نار. ومن اكبر الكذابين الواضحين في هاي الارض هو الرئيس الامريكي. يعترف بالمسيح ابي سامو كمان بالتلفزيون. خليك ربنا مخلص اول بلاد، ربنا مخلصنا يسوع المسيح. وحياتك، هل بحياتك، هل بكلامك اليومي يسوع موجود؟ هذا بالضبط من أعظم مثال ضد المسيح. شخص يعترف بالمسيح، يعترفون أنه لم تسألهم كما سألهم، قال أنا مسيحي زين، يعترفون أنهم يعرفون الله ولكن بأمانهم كلها. وهذا بالضبط أكبر دليل أنه أصدق الآن الأخيرة السقوط اللي ما صار. وهاي الروح كذبة طريقة هاي جدا، الناس كذابين خادعين. بس شنو اللي عنده روح حية رأسا يعرف أنه هذا الرجل كله كذب في كذب. يعقوب طلع من هو الحكيم بينكم من مو معرفة ليستعرض بحياته صالح أعماله مع وداعة الحكمة؟ شو يقول؟ يقول لكن كان عندكم حسن المر وخصام في قلوبكم فلا تفتخروا ولا تكذبوا. الحق قال لك إذا أنت قاعد تتصرف حياتك كلها عبارة عن حسن مر وخصام في قلبك، شو يقول لك؟ يقول لك لا تفتخر ولا تكذب ضد الحق. يسوع يقول لك أنت عندك حسن مر وخصام في قلبك، لا تكذب. يبقى شو يقول؟ يقول لك هاي الحكمة اللي عندك كن على يقين مو من فوق. هاي الحكمة اللي تقول أنت ما عندك أي حسد مر وخصام في قلبك، هاي حكمة جبية أرضية شهوانية. نعرف يكون الحسد والخصام هناك يكون تكون أيضا فوضى كلها عم يشري. وهذا بالضبط مكان بابل الزانية العاهرة اللي بيا الحسد والخصام والفوضى، واللي بيا طموح الذاتي. ناس يسعون المجد ما يسعون المجد المسيح. ولما يجي يعقوب يعرف الحكمة اللي هي مش سماوية، يقول لك هي أولا طاهرة. شو معنى طاهرة؟ أنا لا بي حسد مر ولا بي خصم، بل طاهر. قالك مسالمة لطيفة وقابلة للسؤال، مملوءة بالرحمة والثمار الصالحة بلا محاباة وبلا رياء. يبدي وينتهي بموضوع الطهارة وعدم الرياء. يبدي وينتهي بالطهارة. من كلام القلب احنا نظل نحارب الى خير نفس ضد هاي الروح الكذابة. ومثل ما المسيح ورسل المسيح كلهم مشاركين في نفس الطبيعة، هي طبيعة الله اعطت لنا مجانا عن طريق الايمان بيسوع المسيح. مدعوين نشبه المعلم. يسوع قال اللي يشبه المعلم يكفي. طب يكفي. بس لازم نحكي شيء اللي قال يسوع. واللي يصير خليصين.
وحدة من ألقاب يسوع شنو هي؟ الشهادة الأمين. جاد يشهد عن الحق اللي أبونه قال له وما خلى أي شيء يعيقه إنه يشهد عن الحق، إنه الشاهد الأمين. بالرؤية الشاهد الأمين. في عندك على هاي في هاي الأرض شاهدين كذابين مزيفين، ويسوع هو الشاهد الأمين. كان يشهد يسوع بيلاطس قال له هل أنت ملك؟ قال أنت قلت أنا ملك. قال لهذا السبب أتيته ورسلته لكي أشهد من الحق ونشقال عن الحق. شقال كل من هو من الحق يسمع صوته. كلهم حق صوتي. هدفنا بالحياة نشهد عن الحق. يسوع اعترف وقال الاعتراف الحسن، قال أنا نزلت من السماء لا لأفعل مشيئتي ومشيئة الذي أرسلني، وبعدين قال نزلت من السماء لكي أشهد عن الحق الذي هو من الحق يسمع صوتي.